إذا تحققت العدالة بمحاسبة هذا المجرم أعتقد أن احنا ستهدأ نفوسنا. دون هذا لن نهدأ أبدا وسنظل نطالب بالعدالة من أجل جمال خاشقجي. لما يعني صار تسربت الأخبار اللي قتل الإنسان يعني شعر بحزن شديد على صحفي معتدل زي هيك، لأنه احنا كلنا صحفيين وكلنا ماشيين على نفس طريق المناداة بالحرية والحق في التعبير، وإحنا مغتربين برضه، فكل إنسان خاف إنه هو يتعرض لنفس المصير اللي تعرض إليه جمال خاشقجي. بنتي سألتني وقالت لي ماما إحنا فين، إحنا جايين ليه؟ فقلت لها إحنا جايين عشان موقف إنساني، إن إحنا معترضين على الموقف اللي حصل دوت وبس. شهيد جمال خاشقجي الله تعالى رحمته.